زي ما انتوا عايزين، عايزين جميلة يعني مش وحشة. بس هو حسب السنوات اللي فاتت يعني كنا المحاضرة دي اللي هي ادميشن كريتيريا وادميشن ديسشارج فروم اي سي يو، وفي محاضرة تانية ميديشن، وده يبقى خلص الكورس. لكن لو انتوا حابين الاي سي يو عندنا مواضيع العبيط يعني. المحاضرة دي المفروض انها بسيطة وسهلة يعني، يعني المفروض ما تاخدش أكتر من ربع ساعة بالكتير تلت ساعة يعني. بس احنا هنحاول نطولها شوية على قد ما احنا بنتكلم احنا في الدول الجنسية بنشتغل في الاي سي يو. فاحنا الايام بتاع الاي سي يو ده اي مستشفى لازم يبقى فيه مكان المور يبقى في كير اكتر للبيشنت، سواء العيان ده بين الامرجنسي ديبارتمنت او محول من العمليات بوست اوبراتيف او بريبير بيفور اوبريشن. فالاي سي يو دي المنطقه بيبقى فيها كير اكتر، المفروض ان يبقى فيها كونسلتنت ويبقى فيها سبيشاليست ويبقى فيها ريزيدنت ويبقى فيها على كل عيان المفروض يبقى فيه ممرض بيوبزرف الفايتال ساينس مونيتورز، يبقى هاي كير. لكن الحقيقه اللي بيحصل هنا غير كده، هو جنرال كونسلتنت بتاعت الصبحيه كده، ويبقى في الاخر الريزيدنت هو اللي موجود، وثلاث اربع ممرضات على 20 عيان، وربنا يعين بقى. احنا في اي سي يو ادميتنج يعني هي انتنسف كير، المفروض يبقى دي عنايه مركزه يعني ادميتنج كريتيكال بيشنت ريكوجنيشن اوف زيد ديجري. احنا بنحاول نختار العيانين اللي هيخشوا الاي سي يو، فبنترانسفير بيشنت فروم كلينيكال اريا بارتيشنال ويز سبيشاليست اكسبيرتس كومبيتنت واند نسيسري اكويبمنت. لازم يبقى في هاي اكويبمنت وفي مونيتورز وفي في بروسيدرز بتتعمل فيها بتكتب سي بي بي بتكتب ارتيريال لاين، بيبقى فيه حساب للفلويد والنيوتريشن، ولذلك في محاضره النيوتريشن المره الجايه ان شاء الله. ادي الاي سي يو بيبقى فيه مونيتورز، بيبقى فيه طبعا حاجز بين السراير، وبيبقى فيه هنا سورس اكسجين وسكشن واير، وبيبقى فيه طبعا دراجز بتاعت الانزيزا وفي كراش كار ودي سي شوك، يعني المفروض المنطقه كلها تكون فيت. وطبعا الليله بتبقى قد كده يعني العيال اللي داخل وعارف ان احنا ايه طبعا فيها الاستراحه. في ليفل اوف كير في اي مستشفى بيقسموها لزير واحد اثنين ثلاثه، طبعا كل ما بنتدرج بنزيد بيبقى الاكوبمنت اكتر وبيبقى الكير اكتر. يعني في الزيرو دي بيشنت اللي هو موجود في الوورد ده مش محتاج يعني خدمات كتير قوي، ده نورمال وورد. لما يبقى واحد مثلا يبقى البيشنت ات ريسك كونديشن ديتيريوريتنج وعايز مور كير، يبقى نبتدي نتدرج في ليفل اوف كير اكتر شويه. وفي عندنا الاي سي يو على فكره في كذا ليفلز، في يقول لك انترميديت كير وفي هاي كير وفي بقى سبيشاليست، يبقى في اكتر سبيشاليتي فيها يعني في كورونر كير يونت بيبقى فيها دكتور كارديولوجي اكتر، وبتبقى قريبه من قسم الكارديولوجي علشان بروسيدرز والاساطر، وفي اللي هو سيلبر باسكولار ستروك الناس اللي عندهم سكته مخيه دول بيبقى برضه ليهم كير، وفي اللي احنا بنتكلم عليه سيرجيكال كير. فهنا البيشنت طبعا كل ما بنتدرب على البيشنت هنا ريكواير مور ديتيلد اوبزرفيشن intervention including support for single failing organ، ممكن في بقى failing organ نبتدي نعمل support زي مثلا قلنا الفيلير يبقى في dialysis، ممكن يبقى في على الثلاثه دي يبقى هنا البيشن ممكن يحتاج ميكانيكال فنتليشن وممكن يبقى unconscious ويبتدي يحتاج more care، ويبقى في multiple organ failure. يعني دي كل ما نتدرج في limits of care بيبتدي اللي يبقى بحاجة العيان محتاجة كتير. أي عيان داخل السيو نبتدي نفكر فيه الفسيولوجيكال ريزيرف اللي عنده، بنبص للحاجات دي
الجلود الايج طبعا بيبقى في شيت بيتكتب للعيان داخل ليه والاسباب وابنورمال فيزيولوجي جنبالي وصل الغرفه الارضيه للاستويات اللي تشوف الفيتال ساينس بتاعته الهارت ريت الاورجن ساتوريشن اوكسجين ساتوريشن الليفل اوف كونشسنس underlying condition in malignancy and cardiorespiratory dysfunction surgery complex surgery اللي هيعملها او اللي عملها intervention monitoring اللي اتحط على المونيتورز وهل هو محتاج physiological monitoring طبعا كلهم بيبقوا محتاجين standard monitors الا اذا كان بعض العيانين محتاج more specific monitors في بيبقى ممكن نحتاج سيديشن وفي لو ميكانيكال فنتيليشن في دراجز بتاعت الميكانيكال فنتيليشن قبل كده قلنا في سيديشن ممكن يبقى في مصر ريلاكسن وبيبقى كل ده بيتكتب في الايه؟ وهل في بودي كابيتي درينج جاي داخل العين لان ده بس لو سيرجيك او اي سي يو لا ده دايما العمليه ممكن يبقى في درينز طالعه من بطن العيان ونشوف ايه البودي كابيتي درينج اللي طالعه منه كل ده بيتكتب له في الادميشن شيت الفاكتورز بنشوف كل الفاكتورز دي قبل ما ندخل العيان. يبقى بنبتدي نشوف الدايجنوزز السيفيريتي اوف ايلنس الايج اند فانكشن ستيتس الكوموربيديتيز كل ده بنبحث فيه الفيزيولوجيكال ريزيرف البروجنوزز ممكن تبقى حتى ضايعه خالص. ده طبعا بيبقى في كوميونيكيشن مع الاسره ان الحاله دي صعبه وبتاع لازم نمهد العيان ان ممكن العيان ده ايه تطلع من الايسون تبقى الايسون دي محطه من الاخر. Availability of suitable treatment, response to treatment to date, recent cardiopulmonary arrest, هل حصل له قبل كده cardiopulmonary arrest؟ ده كله بيبتدي يتحط في الايه؟ في الشيت والورق بتاعه والتذكره اللي بتكتب. Anticipated quality of life. بنشوف الفيتال ساينس لابراتوري فاليوز راديوجرافي الترا ساوند كل دي انفستيجيشنز بتتعمل للعيان فيزيكال فاينل كل ده بيتكتب. في بيتنت البيتنت اير واي ريسبيرتوري ريت هارت ريت سيستم بلاد بريشر ليفل اوف كونشسنس هنا جلاس كوما سكيل دي مهمه جدا. الجلاس كوما سكيل دي هي ليفل اوف كونشسنس خدتوها عارفينها ولا لا؟ جلاس كوما ادي بس نص كده اللي هي بيقيس ثلاث حاجات الاي موفمنت والفيربال ريسبونس والايه الموتور باور. هنا اول واحد يبقى هنا ده بالنسبه للاي ريسبونس سبونتينيسلي بيفتح عينيه بيفتح بيفتح عينيه زي ده يبقى سبونتينيس ده ياخد اربعه احنا هنا أربعة خمسة ستة يعني المجموع دول 15 فهنا الأربعة يبقى سبونتينيسلي ممكن الأي بيتحركوا هنا تو سبيتش يعني لازم تعمل له ستيمولس بالسبيتش افتح عينك يقول لي إيه يبقى هنا ده واخد ثلاثة لو هنا تو عملت ما بيردش عليك تعمل له بين ستيموليشن ده يبقى هنا اثنين مفيش ريسبونس خالص يبقى واحد. طب هنا عندنا الفيربال ريسبونس اورينتد تو تايم وبليس هنا اربعه كونفيوز ان ابروك بيطلع لوز مش واضحه ان كومبيتنت برضه لو ساوند اصوات كده مش واضحه يبقى دي اثنين مفيش ريسبونس خالص يبقى واحد. الموتور باور اوبي تو كوماند دي اوفر حركه دي بتتحرك هنا موست لوكالايز بين دي بين ستيموليشن يعني يروح حاطط ايده على مكان البين اللي انت خلاص كده يبقى خلاص كده يبقى ده خمسه هنا فليكس اند ويزدرول فروم بين لما انت تمسك حاجه سخنه ولا حاجه تروح تحط كده يبقى ده اسمها ايه؟ ويزدرول بين فليكس ابنورمال فليكشن قدام كده يبقى ده واخد ثلاثه ابنورمال اكستنشن يبقى اثنين نو ريسبونس يبقى واحد يبقى انا لما واحد يبقى اقل واحد خالص مفيش ريسبونس الناس كلها سكيل ثلاثة يبقى هنا الواحد واحد واحد يبقى هنا نو ريسبونس نو ريسبونس نو ريسبونس يبقى مفيش أقل من ثلاثة يبقى أقل واحد يبقى مفيش ريسبونس خالص لا في أي ولا في فيربال ريسبونس ولا في موتور ريسبونس يبقى هياخد ثلاثة.
دي برضه هنا ABPU الأوائل patient is away, verbal patient responded to verbal stimulus, pain patient responded to pain stimulus, unresponsive هنا يبقى دي برضه ABP واللي دي stimulus بتتحط هنا. لو alert هيبقى Glasgow scale 5, confused هيبقى 3, لو drowsy هيبقى 10. طب احنا عندنا من رقم 8 لو Glasgow scale 8 ده بيحتاج ميكانيكال انتوبيشن وميكانيكال انتوبيشن، دي بالنسبه للجلاسكو كوما سكيل. بنشوف الاكسجين ساتيوريشن تمبرتشر هي فاتال ساينز بريزنس اوف اي بي اكسس. اي عيان بيخش الاي سي يو لازم يبقى فيه كانيولا زي العمليات كده، لازم احنا بنسيطر على العيان في الثياتر في الاوبريشن بالكانيولا والاير واي. برضه في الاي سي يو اهم حاجه الاي بي اكسس. مش لاقيين له اي بي اكسس نخش سنترال، مش لاقيين سنترال هنضطر نخش نعمل فينس كات داون. فينس كات داون بنشوف الميديال سايد اوف في عندنا السفنس بين بنفتح فتحه ونركب له كانيولا سيرجيكال انترفينشن عشان يقدروا يركبوا له الكانيولا. في طبعا بعض الفلويد والحاجات محتاجه انها تتحط سنترال، ما ينفعش تحط سنترال لانها بتعمل دامج للبريفرال فينس زي البوتاسيوم مثلا. البوتاسيوم لازم تحط سنترال. النيوتريشن اللي احنا بنتكلم عليه بعد كده لازم تحط سنترال. ما تقدرش النيوتريشن ده احنا عندنا ماكرو في عندنا اللي هي البارتكلز كبيره زي الفات زي البروتينز لازم تخش عن طريق سنترال لايف. نشوف بريزنس اوف برينز طبعا لازم كل ده في الانيشال اسيسمنت اوف ذا بيشنت اللي داخل سيرجيكال اي سي. سيرجيكال اي سي ادمشن بنشوف البري اوبرتيف ستيتس والانترا اوبرتيف ايفنتس والبوست اوبرتيف ستيتس. هنا ميجر كورونا سيرجيكال بروسيدر بيشنتس بري اكزيستنج ديزيز انترا اوبرتيف حصل لارج فوليوم يعني الاحداث بتاعت العمليات كلها بتتكتب. بنشوف انترا اوبرتيف حصل له ايه في لارج فوليوم شيفت unexpected surgical. طبعا الكومبليكيشن اللي بتحصل في العمليات هي unexpected surgical complication. الجراح هو بيشتغل راح ضرب فيسل كبير وبحصل سبير هيموتش مثلا. او unexpected anesthesia complication. unexpected anesthesia حصل disconnection في السيركلز اوف anesthesia والعيان اتعرض لهايبوكسيا. يبقى دي unexpected anesthesia complications. Post-operative status, unexpected post-operative complication حصل له aspiration. احنا بنعمل extubation مثلا لو anesthesia او severe hemorrhage او post-operative bleeding هي يعني slip ligation جراح رابط حاجة زي مثلا tonsils لو أبسط حاجة يعني عمليات التونسيلاتومي احيانا بعد العملية هو بيبقى رابط مكان الـ beds of the tonsils بس الـ blood supply of the tonsils بيبقى رابطها بالريسيرش. البيشنت كافرنج راح اسليب دراجيش لايك ذيس بيدن خارج من بوق العيان فدي ممكن تبقى بوست اوبرتيف كومبليكيشنز. والبيشنت ستيتس بقى الفايتال سايز بتاعته في هاي بوتنشن في اوريزمي حصل له اي مشكله ده هيحتاج الى الانتنسيف كير. طب تروما بيشنت ممكن يبقى في انجريز مالتي سيستم تروما سيفير تروماتيك برين انجري. لو الناس تكون مسكين اقل من 8 ده هيحتاج انتيوبيشن وميكانيكال فنتيليشن. سرفايكال سباين كورد انجري لو في حادثه عربيه في هيد انجري بتبقى اسوشيتد معاها سرفايكال انجري ممكن يبقى لو اتشال شيله بره ممكن يحصل كوادر انفيشن. سيفير بالمونري كونتيوجن ليه الجسم تيجي التروما بلانت ثراسك تروما ممكن تعمل بالمونري confusion, flare chest ده fractures اللي هو ايه؟ ribs فتلاقي الشيست الريبس بتتحرك عكس اتجاه النفس. facial or neck trauma with the threatened airway. major vascular injury لو حصل injury للfemoral artery injury blood abdominal trauma ممكن يبقى فيه injury للفيروبينا كافة pelvic fracture retroperitoneal hematoma بلانت كارديك تروما وز هاي بوتنشن اند ريزمي سيفير بيرن. البيرن ده مشكله كبيره
ممكن يبقى فيه 20% او فيشال بيرن، ويبقى في كومبليكيشنز كده ماشي مع البيرن، تلاقي فيها لينجر قديمه، تلاقي سموكينج، العيال بيشربوا سموكينج، تلاقي بدا يحصل هرمونال قديمه نتيجه للانهيليشن اوف ديفرس او السموكس بتاعت البيرن، فبتبقى في مشاكل كتيره جدا مع البيرن. البيرن ده خطير جدا، بيبقى في فلويد تشينجز في بلاد على حسب كميه الاريا البيزك سيرفيس اريا اللي حصل لها البيرن. ايسوليتد هاي ديجري سوليد اورجن انجل اللي حصل اورجن انجلز، دي كلها راجعه للتروما بيشنس. طب بنشوف الكلام ده قبل ما ندخل العلاج. طب بنشوف ايه تاني غير ريسبيراتوري فيلير ريكوايرمنت كلينيكال فنتيليشن، الناس اللي عايشين في شوك طبعا بانواع الشوك المختلفه. طبعا في الفسيولوجي في البطن كارديوجينيك شوك، البلد شوك، السيجيك شوك، في ماس بلاد، في عيال بيحتاجوا ماس بلاد ترانسفيوجن، وفي فلويد ريسستيشن، ازيد بيس امبالانس، الالكترولايت امبالانس، هايبوثيرميا، ناس اللي في السيجرز ستيتس الكتريكس محتاجين كنترول، ودول بيحتاجوا طبعا الناس اللي هم ستيتس الكتريكس، وفي كونتينر سيجر عمال يخش في ستيتس سيجرز، احيانا بيطلعونا في قلنا العمليات ما لهوش حل غير الجنرال انستيزيا، بنحط له تيوب ونحطه على ميكانيكال فنتيليشن ونديله سيديشن جامد قوي عشان نقدر نكونترول لحد ما ياخد الايه الانتي كونفالسيف ثيرابي بتاعه عشان نكونترول السيجرز. في بريجننسي في عندنا مشكله كبيره، انتوا ما خدتوش الاسلام، في مشكله هتعرفوها كبيره جدا في البريجننسي منتشرة اللي هي البري إكلامسيا. البري إكلامسيا دي بتبقى البيشنت بعد 20 أسبوع فجأة تلاقي في هايبر تنشن، تلاقي إديمة، وفي ديجريز وبروتينيوريا، بتلاقي في ديجريز من البري إكلامسيا، في مايلد مودريت وسيفير. ممكن نوصل لسيفير البري إكلامسيا اللي هي تبقى أسوشيتد معاها نتيجة للهايبر تنشن، هايبر تنسيتي إنكفالوباثي وبالمونري دي بتبقى سيفير بري اكلامس. دكتور مسا اول ما يشوف البري اكلامس دي ده بيحطها اندر اوبزرفيشن ويبتدوا ياخدوها كير جامد، لان بيبقى نتيجه ديفكت في البلاسينتا، الاندوسينيوم اوف ذا بلاسينتا بتطلع ميديتورز بتعمل بازوس انستريشن، وممكن يبقى اسوشيتد معاها كوابيولوجيز، وممكن يبقى انترا يعني نسبه الانترا يوتراين فيتال ديس عاليه جدا. حلها الوحيد بسرعه ان احنا نعمل ترمينيشن اوف بريجنس، فهي المشكله بتبقى هي كام اسبوع؟ هل هي 36 ولا بتاع؟ فبيكلمونا بقى، وزي موضوع البري اكلامس ده مشترك ما بين الانستيزيا وما بين احنا عندنا في برانشز تخدير في اوبستاتريك انستيزيا، فدايما مواضيع البري اكلامس دي مشتركه ما بينها وما بين لان فيها ميديكال كومبليكيشنز جامده جدا، يعني دي في كوابيولوز، فطبعا دي ممكن لما انا نشوف البليتلت ونشوف الاخبار الكوابيولوز ايه، لان ممكن تديها سباينال ريجنال انستيزا او ما تديهاش جنرال انستيزا، حتى واحنا بنديها جنرال انستيزا بيبقى فيه ادينا وده ديفيكالت انتيبيشن، لان ممكن يبقى فيه لارنجيال ادينا. وعينه هايبرتنسيف تلاقي ضغطها 220 على 120 حاجات، ودي مش قليل عددها كتير البري كابس. طيب بوست اوبرتيف مونيتورنج، ودي بقى في ستيتس ابيليتي اسمها بري كلامس، يعني ممكن تلاقي العيانه داخله في فيتس نتيجه للهايبر تنسيف انفلوبس، تلاقي العيانه في فيتس، فيجي بتاع الناس يقول لي عندي عيانه بري كلامس وفيتس، احنا بنبلغها جورنال منها هتوقف الفيتس وهو يخش يخلص الايه يعني الترمينيشن اوف بريجنس، لان هي اساس البروسيس ريليتد للبلاسينتا، فاول ما بينتهي التيرمينيشن اوف بريجنسي ديليفري اوف ذا بلاسينتا بتبتدي المشكله تسبسب. في بوست اوبرتيف مونيتورنج عينين بعد العمليات بيحتاجوا مونيتورنج زي النيوروسيرجن، لو في برين تيومر سيريبرال هيموريدج العين ده بوست اوبرتيف محتاج بعد ما شلنا البرين تيومر يبقى كونشس ليفل ديستيرب شويه نتيجه للمانيبيليشن اللي في البرين. الدكتور عايزين شغالين مع كل البرنامج. نيوروسيرجي وستاتيك
بدي أقدم مش تايدين نيوتريشن محاضرة غير نيوتريشن بس طبعا نيوتريشن في دماغه بقى هتخس ومش عارف شغالين برضه مع بتوع الجاستريك سليف وسبوبه اليومين دول شغالوا نار يعني موضوع النيوتريشن ده كل تفتح التلفزيون تلاقي الدكتور فلان فلان اخصائي نيوتريشن هتلاقي بتاع العلاج الطبيعي شغال نيوتريشن بتاع البطن شغال نيوتريشن بتاع في قسم اسمه التغذيه فالكليه الاقتصاد المنزلي ومعهد التغذيه كل الناس شغاله في التغذيه اشمعنى احنا بقى احنا في التغذيه برضه في هتلاقي زملاء عندنا في الدنيا ده التغذيه وبيتاسس ويشوف الطول والبودي ماس انتكس ولا بتفتح كذا وتضغط كذا وتتعشى كذا وحاجات كده بس احنا اللي نقصدها هنا في النيوتريشن اللي هي الاي سي نيوتريشن اللي هي بارنترال نيوتريشن وانترال نيوتريشن لكن من كل شغلات التغذية اللي مش لاقي حاجة يعملها بيفتح عيادة التغذية وإن شاء الله وبالراحة بقى نكمل بقى دي نروح عاملين جسد سليم شركة تونس طبعا مش عارف إيه علشان الناس تخس بس إحنا نرجع تاني إحنا في المونيتورنج بعد العملية في عاملين محتاجين مونيتورنج بوست أوبرت زي النيرو سيرجن ميجور باسكل ميجور أي ميجور سيرجن وفيها فلويد تشينجز بتطلع العيان على او لونج اوبريشن قعدنا مده طويله في الاوبريشن محتاج بوست اوبريتيف مونيتورنج نمونيتور الكونشس ليفل نمونيتور الفلويد لان ممكن يحصل نتيجه لونج اوبريشن والمانيبيليشن في بلاد لوس فلويد لوس فلازم يبقى بيشنت بوست اوبريتيف مونيتورنج ما حصل ماس بلاد لوس مالتيبل كوموربيديتيز لو سيستم ريزيرف سيستمك ريزيرف عنده كارديك بروبلمز امبيدنج هارت فيلير داخل ستريس اوبريشن اسكيميك هارت وعضل ميكارديال انفاركشن وبوست اوبريتيف بنطلعه على الايه بوست اوبريتيف مونيتور حصل له اي مشكله احنا بنحاول في الاي سي يو دي السيرجن نفسها دي ستريس يعني انت داخل عيادة سيرجن في ميتابوليك تشينجز بتحصل سيرجن انجليز بودز ميتابوليك مينز الجليز طبعا هو بيحتاج ايه او اي ستريس للبيشنت احنا بنحاول نقلل الستريس بالانالجيزيا وبالانستيزيا وبالجنرال انستيزيا او ريجنرال انستيزيا احنا بنحاول بنقلل الستريس ريسبونس تو ذا سيرجن لان مجرد السيرجن لما بتحصل بيبتدي يريليز كاتيكولامينز وكورتيزون وهرمونز وحاجات يعني كل الدور تتفاعل مع السيرجن ممكن يتعرض للهيبوكسيا تيشو هيبوكسيا فاحنا بنحاول يعني بيزيد الميتابوليك نيدز تو اكسجين وبالذات بنزود التيشو اكسجين ديليفري تو ان احنا بنحط العيان على الاكسجين يعني احنا ما بنعملش عمليه بنسيب العيان على الاكسجين الهواء الجوي احنا بنحطه على الاكسجين ليه عشان نزود التيشو اكسجين ديليفري بيشنت ماست اسيست بنفضل طول العمليه عاملين مونيتورنج احنا كل مشكلتنا في الهايبوكسيميا والهايبوكونفيوجن يعني احنا طول العمليه غير ان احنا بنلاقي بنعمل ستريس ريسبونس احنا بنشوف الاكسجين حاطين العين على بالص اوكسيميتر ولو لازم نعمل بلاد جاسس كل ده عشان نشوف ايه الهايبوكسيميا ومونيتور البلاد بريشر عشان خايفين من هايبوكونفيوجن او الهايبوكونفيوجن كل ده بنوبتمايز وبنحاول نبريفنت اي اورجن فيلير ديورنج اوبريشن يعني لو قعدنا مده في هايبر بروفيوجن ممكن العيان ده يطلع بعد كده في ريمان فيلير الاكسجين سبلاي تو ذا هارت بينس اون ادك اون تايم ذا ستور طبعا ده بنحافظ على الهارت ريت علشان نحافظ على الدايستوليك تايم نحافظ على الكورونري بروفيوجن هي بلاد بريشر الدايستوليك والدايستوليك لان لو زاد الهارت ريت نتيجه للستريس ريسبونس والكاتيكولامين ريليز والهرمون ريسبونس نتيجه للسيرجيكال ستريس ده لو زاد الهارت ريت هيقلل لي الدايستوليك تايم يعني هيقلل لي الكورونري بيرفيوجن
الهايبوكسيميا والهايبوتنشن دي مشكلة كبيرة حتى بوست اوبر، لأن دي ممكن تأثر على الهيلينج اوف ذا اوبريشن بعد ما عمل سيرجري اوبريشن. مثلا لو في ستانل اوبستراكشن وفي انستموزس في الانتستين، لو حصل هايبوتنشن أو هايبوكسيميا هيبقى في ليك، ممكن يحصل فيستولا نتيجة للهايبوتنشن والهايبوكسيميا. يبقى احنا بنحاول نحافظ على البلد بريشر والاكسجينيشن تو افويد بوست اوبرتيف كومبليكيشنز. طب امتى تايب اوف ادميشن؟ ادميشن تو ذا كريتيكال كير بلان بالممكن نقول العيان ده هيحتاج، احنا بتبقى في دسكشن بيننا وبين الجراح، لان هي المقوله بيننا وبين اداره المستشفى، لان هي القصه كلها بتبقى فلوس. يعني القعده في الاي سي مكلفه، فهل العيان معاه فلوس يقدر يخش؟ طبعا لو حسب القوانين ان لو العيان ده معهوش فلوس الايمرجنسي لايف سيفنج المفروض يخش اول 24 ساعه على حساب الدوله. يعني عمليه الساعات اللي بتخلي الواحد انكونشس او بتاع المفروض نعمل له العمليه في اول 24 ساعه حد لايف سيفنج حافظ على حياته. واحتاج اي سي يو خلاص هتدخله اي سي يو بعد 24 ساعه ندور على اهله. فين اهله؟ ايه يقول لك ما نعرفوش؟ هتلاقي بقى حاجات كده. فنشوف بقى هل في شركه تامين في بتاع، لان القعده فيه مكلفه جدا. فهنا انت بتدخل العين ونتفق هل العين ده هنبقى حاسين ان عندك في كوموربيديتيز في مشاكل، هل العمليه كبيره هيحتاج، يعني في عين مثلا اوبن هارت وداخل على الريبليت، بس دي عمليه كبيره اوبن هارت وقلب ريبليسمنت ومش عارف ايه، يبقى في بوست اوبرتيف لازم هيبقى في في اي سي يو، فبنبقى عاملين حساب من الكلام ده. يبقى في بري اوبرتيف او انتر اوبرتيف، العيان ده حصل له ايفنتس انتر اوبرتيف، يبقى دي بقى اكسيدنتالي كده العيان هيطلع من عندنا من الثياتر على الاي سي يو. بوست اوبرتيف حصل له مشاكل واحنا بنصحيه، يبقى هيخش الاي سي يو. فدي may become apparent during surgery. The patient will require more support than the original plan. Excessive bleeding, aspiration of gastric content. Surgery is now more frequently performed on an aging. لو في العيال بقى يعني في مشاكل تكون موجوده، خلاص يبقى ممكن قدر التايم اوف ادميشن ده احنا متوقعين العيال ده هيخش اي سي يو على حسب الكوموربيديتيز اللي فيه او السيرجيكال اوبريشن، ميجر سيرجيكال اوبريشن او انترا اوبرتيف، نبتدي نقرر ان العيان ده هيخش اي سي. يعني في سيرجيكال في تيومر مثلا حصلت بليدنج كانت نوت، يعني ما كانتش بلان او متوقع اكسبكت ان يحصل بليدنج، انترا اوبرتيف بنقرر العيان ده لازم يطلع اي سي. بوست اوبرتيف يبقى العيان ده ممكن يطلع اي سي. طب ايه اللي بيحصل في الاي سي يو؟ بيعملوا الالجوريزم ده، بيشوفوا العيان قربت من ده سيبتدي يشوف الاي بي سي بتاعته، اير واي، بريزنج، السيركوليشن، الداتا كولكشن، يجمعوا الداتا، يشوفوا هيعملوا ايه، ديفاين ذا ريزون فور ادميشن، يجيبوا الورق بتاعه ويشوفوا الهيموداينامكس والارجنت وادميشن اوردر. شوفوا في اي عيان بيخش الاي سي يو لازم يشوفوا الكلام ده، يشوفوا الدي بي تي بروفيلاكسس. يعني في ادويه كده روتين كل العيانين داخل اي سي يو، لان العيان ده بيقعد في السرير وما بيتمشاش. فاحنا عندنا مشكله كبيره جدا في الاي سي يو اللي هي دي فينا ثرومبوزس بروفيلاكسس. هتلاقي عيانين داخله، يعني لو عيان اوبيز مثلا ده سواء داخل اوبريشن، عيانين من بون فراكشن، نبقى متوقعين ان يحصل في لازم نديله دي فينا ثرومبوزس بروفيلاكسس. ايه البروفيلاكسس دي فينا ثرومبوزس؟ شو بس شو حد مصحصح معانا ولا احنا ملزقين؟ ايه؟ اي حاجه بالظبط كده انت كده عملت الاكسام انت الاكسام انت، وفي حاجه انواع جديده دلوقتي الانتي كوربلم. فلما جي اكبر الاي سي يو يبقى لازم الدي بي تي لازم يدوا له الاكسام انتي كوربلم بروفيلاكس، بنخاف من الدي بي تي لان الدي بي تي من هو الناس ما بتتحركش في السرير. ممكن تتكون دي بي تي ودي بي تي تعمل بعد كده قانون ويكون لازم. في
في جي ارتي بروفيلاكسيس من الستريس. يعني عندك منظر الناس والستريس والادويه اللي بياخدها والحاجات دي، وطبعا عارف بيبقى مش متعود ياخد، لا ممكن يحصل له تسبوليتم بالالسر بتحصل. يعني عندك المشكله شويتين لقينا قلنا هيبلغونا في عيان جاي ايمرجنس من الاي سي يو تي، وبعدين مع انه في مشكله ثانيه خالص حصل له تسبوليتم بالالسر جدا من الالسر، فلازم ياخد جي اي تي بروفيلاكسيس يعني اشتري بلوكر كلونيدين اكيليزول، ياخد كومرزول، ياخد سيميتيدين، حاجات اللي هي اشتري بلوكر تقلل الجاستريك اسيدز. بيبقى فيه طبعا سيديشن العين المفروض ما تبقاش، يعني لو عين متوتر او بتاع لان الستريس نفسه عايز ياخر الشفاء، بيبقى فيه هرمون الريسبونس وفي حاجات، فلازم نديله سيديشن لو قادر يتعايش مع الجو بتاع الايس يو ده خلاص، بس لو هيتحط على الدليفري هيبقى لازم سيديشن ومصر ريلاكس. نيوتريشن مهم جدا، نيوتريشن والفلويد دول حاجات اساسيه علشان نحافظ على الهيمنج اوف ذا تيشو والهيلث اوف ذا تيشو، فلازم يتحسب له النيوتريشن قد ايه كالوريز هياخدها، ونوعيه الفلويد من بروتين من كربوهيدرات من ليبيد من فيتامينز تريس اليمنتس، كل ده بيتحسب ونديله الايه النيوتريشن بتاعه والفلويد، ونشوف الفلويد اللي داخله والفلويد ديورنج اوتبوت، فبنحط له يورينا للكاسيتر، فكل ده لازم يتحسب. اي عيان ده على جميع العيانين داخل الاي سي يو المفروض يتعمل لهم الكلام ده. وسكين كير لان طبعا هو قاعد في الاي سي يو ما بيتحركش، بيتكون فطريات وبيتكون حاجات، فلازم فيه المفروض يعني يحموه التمريض والحاجات دي، يشوف السكين كير والكريمات والكلام ده. واحيانا بيبقى في مشكله كبيره كده اسمها نوزوكوبيا انفكشن. نوزوكوبيا انفكشن ده نتيجه قعدته في الاي سي يو بيبقى فيه ريزيستنس بكتيريا، فلازم يدوله يا باخر مسحات ويشوفوا الاحسن ايه. اتعرض في ريزيستنت بكتيريا بتبقى موجوده في الاي سي يو، لازم يبقى في تنظيف على يدوله انتي بايوتيك علشان ما يحصلوش ريزيستنت بكتيريا انفكشن. اي عيان طبعا بيتعملوا بقى كل الايه اللوازم بتاعته، انا مش عايز استفيد قوي في القصه دي، لان حاجات مفهومه يعني نيرسنج بقى وفنتليتور وويننج ودرجه فنتليشن وفلويد والكلام ده كله. والله لقيناه بقى كويس ستيبل ميديكال كونديشن، نبتدي نعمل كوميونيكيشن مع التيم كل التخصصات المختلفة، ونبتدي نقرر نعمل ايه، نتخرج العيان، نعمله ديسشارج. دي القصة دي احنا شفناها قبل كده في اوبتيك اسسمنت اللي هو الاسا جريدز بتاعتنا، لان احنا بنتكلم على سيرجيكال اي سي يو، فممكن لو العيان نورمال هيلث انديفيدوال غالبا مش هيحتاج ان هو يخش اي سي يو الا اذا حصل ايفنتس انكسبكتد ايفنتس. لو اسا تو يعني مايلد سيستميك ديزيز غالبا برضه بيبقى اقل، سيفير بقى سيستميك ديزيز ممكن تبقى تبتدي، كل ما بتزيد الاسا نتوقع ان ده قد يحتاج بوست اوبراتيف اي سي يو. ده اربعه انكابستيتنج سيستميك ديزيز ذات كونستنت ثريتن لايف، يبقى ده غالبا البوست اوبراتيف اللي هيحتاج انه يخش اي سي يو. في مورمال ار نوت اكسبكت تو سرفايف اكتر من 24 ساعه، يبقى ده غالبا هيحتاج اي سي يو. في اسا كمان سته بس انا ما جبتهاش هنا، ان هو العيانين ان هو بيبقى برينلس اللي هو اصل بقى الكلام بقى فيها الكلام اللي هو العيان حصل له حادثه وحصل له برينلس وهو مظلوم او مش لاقيين له حد، فممكن ده يبقى قطع غيار اللي هو يبقى ايه ترانسبلانتيشن، يعني هو عيان اسا بيعتبروه اسا 6، يعني ده شغال على الميكانيكال فنتليشن والفلويد والحاجات دي محافظين على البورد بتاعه،
يحافظوا على الاكسجينيشن ويحافظوا، لكن هو برينس برينس تنبس. ودي لو عايزين نعمل لكم محاضره برينس تنبس دايجنوز برينس، فهي الفكره ان بيبقى العيانين دول برينس، ولكن احنا عايزين نحافظ على الهارت ونحافظ على الالكترولايت والبالانس بتاع العين، عشان ممكن يبقى ناخد منه الكورنيا، ناخد منه الكدني، ناخد منه لوبس اوف ليفر. فده بيعتبروه اساسيس اللي هو فور ترانسبلانتيشن. فده بيبقى محطوط في الايسو، يعني محطوط على الميكانيكال فنتيليشن، محطوط بتحافظ على الفلويد بتاعته، بتحافظ كالفيشن عادي جدا. لكن هو دايجنوز ان هو برين ستيم ديس. طيب في سكورز بقى موجوده جوه الاي سي يو علشان يقدروا ايه يأسس في ايرلي يعني هو داخل ايرلي ورنينج سكور، وفي داخل الاي سي يو في سوفا سكور، وفي اباتش سكور، في كميات سكورز كتيره جدا. دي كلها اهدافها ان احنا نأسس البيشنت اخباره ايه؟ يعني احنا داخلين بالتليفون او يبلغ الكونسلتنت بتاعته يقول له والله العيان ده سوفا سكور كذا، يبقى ده وحش. باتش سكور كذا. في ايرلي هو داخل في ايرلي وورنينج سكور ديفينيشن اند ايرلي وورنينج سكور از كلينيكال ديسيجن سبورت تو يوز تو بروتلي اسيس سيفيريتي. احنا كله عايزين ناسيس السيفيريتي اوف الالنس بيزد اون الكلينيكال فيسيولوجيكال داتا البلاد بريشر. كله هتلاقي ان سكورز معتمده على الفايتال ساينس والاورجان فانكشنز، يعني معتمده على الاورجان فانكشن بتاعت الجنين، الكرياتينين، اليوريا، الكرياتينين، هتلاقي الكاردو فاسكولار سيستم، هتلاقي الفايتال ساينس بتاعت الهارت ريت والبلاد بريشر. يعني احنا كل السكورز معتمده على الهيمو داينامكس والاورجان فانكشنز. Also include observational data زي level of consciousness. اي مثلا السكور فاليو اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، هتلاقي الهارت ريت في هنا الكويس اللي هو بيديله رقم 0، الهارت ريت هنا اقل من 40. يعني هو المفروض هنا النورمال من 61 90 ده ياخد 0، ده كويس اللي هو اليوزر سكور ده اللي هو ده. وهنا الهارت ريت، الريسبيراتوري ريت، البلاد بريشر، الجلاسكوماس ايه. هنا دي لما تبتدي تسوق شويه هتبقى واحد اللي هي الايه؟ لان الهارت ريت بقى من 51 الى 60، من 41 الى 50 ياخد 2، هنا وحش قوي انا واخد 3. وبرده التدريج لو زاد، يعني الهارت ريت بيبقى وحش لما يزيد عن 90، بقى 91 110، يعني في انكريز في الهارت ريت بيترمن لما يبقى 111، لان هو في نورمال رينج للهارت ريت سواء قل او زاد، ده معناه ان ايه؟ في كروز للهارت ريت، ده لازم يتعالج، ده مش نورمال. الاسبيرات ريت 9 14 ده نورمال، لكن بدا يقل، يبقى في هنا الهارت ريت بدا يقل اقل من 6، ده محتاج سبورت. او زاد الاسبيرات ريت، يبقى في ديستريس في الكيدني، يبقى ممكن يبقى في اسيدوزس، ميتابوليك اسيدوزس، يبقى بتاع، يبقى لازم نشوف الكوز، يبقى يبتدي الايرلي وورنينج سكور ساين او السكور ده هو ده اللي بيدينا انديكيشن. يبقى هو يقول لك لا ده النيوز بتاعته ثلاثه، لا ده وحش. يبقى احنا الارقام بتاعتنا في رينج، سواء زاد او قل يبقى وحش، لكن احنا المفروض نبقى في النص. يعني مثلا الجلاسكوما سكيل هنا الالمز، هنا في فويس، هنا بين، في ان ريسبونس ما بيديش اي ريسبونس خالص، يبقى وحش. نفس الكلام confused هكذا. human output اقل من 10 has no pulse durability، هنا كل ما بتجي كده وحش، كل ما بتجي temperature اقل، هايبوثيرميا يعني عندنا مشكله جدا، هايبوثيرميا، هايبوثيرميا دي تؤدي الى كونشس وليها افكت على الكارديو باسكولار وعلى السبيراتور وعلى الكونشس ليفل وعلى الجلوبس. يعني الهايبوثيرميا دي مشكله كبيره، هايبوثيرميا لو زاد فوق 39 يبقى النيوز بتاعته مش حلو، ده دخل في الفيفر، يبقى في، يبقى دي احد السكورز اللي طبعا في سكورز داخل الاي سي يو انا ما رضيتش اجيبها بقى عشان ما اتضايقتش عليها، زي السوفا سكور. يعني انت لما تخش في الاي سي يو هتلاقي ايه؟
هي المطبوع، وبس دور الدائم انه يعلم عليها يوميا، يشيك البيشنتس ويقول الاسوفا سكور كذا، اتاتش سكور، يعني سكور كلها معتمده على الفايتال ساينس بتاعت العين. هم يا شباب ما تقدروا انكم بيتكلموا عن الفايتال ساينس؟ لا، يعني بنقول النهارده الاسوفا سكور بتاعنا وحش. هي طبعا الاسوفا سكور باختصار بسيكونشال اوردر فيديو. فهي السكور بتاعه وحش. يبقى ده محتاج كير اكتر، محتاج كل شويه نسال عليه، يعني بدل ما كنا نسال عليه كل 24 ساعه، لا نسال عليه كل ساعه. اخبار الصوفة بتاعت ايه؟ تحسن ولا لا؟ ليه؟ طب نعرف ليه الصوفة السكور وحشه؟ لان في عندنا الكيدني فانكشن، طب ما ده بقى محتاج ان احنا نعمل كونسلتيشن للنفرولوجي، ده محتاج الدياليسيس كده. فهي الفكره ان احنا السكورز دي للفولو اب. يعني كل شويه المفروض ان الاي سي يو ان كل شويه يحصل ضغوط على العيانين ويبتدي يعملوا لما يتحط الفايل بتاعه مليان كل يوم السوفا سكور او الافريج سكور والبتاع ده يساعد في الفولو اب وفي الابحاث وفي البتاع ان العيان ده اتحسن بعد ما ادينا له الدواء الفلاني بعد ما عملنا له المانجمنت الفلاني. يعني هو بتبقى الاي سي يو دي مجال التعليم ومجال العيان كل شويه لما حد يبص عليه بيتحسن، لكن انت اوحش حاجه ان انت تعمله نيجاتيف ما تبصش عليه. ودي برضه انت بتشوف الكونسلتنت وهو بيعدي يشوف عمله السكوتش دي، في حد بص على العيان وخد باله منه، لما ما يلاقيش العيان ده مخطط له صوفي الناس اهملت العيان ده ومش بص عليه. فمفيده جدا السكورز اللي بتعمل انترا في الاي سي يو. طب العين بقى زي الفل وكويس واخر حاجه تنزل بقى نشوف ايه عشان نخرجه من الانتنسيف كير يونت. الديسشارج كرايتيريا فروم الانتنسيف كير يونت ديبندز اون ذا بيشنت ميديكال كونديشن اند ريزون اللي خلتنا دخلنا يعني ذا ديسيجن ديسشارج بيشنت. هي هتبقى ايه؟ ستيبل فايتال ساينس، نورمال ستيبل هارت ريت بلاد بريشر، الحاجات اللي احنا خليناها وحشه والفايتال ساينس بتاعتها هتبقى نورمال رجعت نورمال تاني. البلاد بريشر اسبيريتال تمبريشر او اوكسجين ساتوريشن اون روم اير، احنا هنطلعه على روم اير مش هنطلعه على صوره اكسجين، فالمفروض ان هو يرجع الساتوريشن بتاعه نورمال على روم اير. امبروف اورجان فانكشن الرينال الليفر الكارديك النيوروسيرجيكال فانكشن، بدا كونشس ليفل يبقى كويس. وين من الميكانيكال فنتليشن، طبعا في طرق كتيره ازاي نعمل وين من الميكانيكال فنتليشن عشان يرجع تاني يبقى سبونتينيوس بريدنج. هيمودايناميك ستابيلتي نو نيد فور فازو بريسر، احنا العيانين لما بيحصل لهم هيمودايناميك انستابيلتي بنبتدي نحطه على اينو تروبس سواء ادرينالين او ليفوفيل، حاجات تعمل فازو كونستريكشن عشان نحافظ على الديفيوجن والفايتال بوكس. نورماليزيشن اوف لابراتوري فاليو بلاد جاز الكترولايت، كل ده العيان طول ما هو قاعد عمال يتعمل له الانفستيجيشن والاوبزرفيشن، فلذلك هي ليه غاليه مكلفه زي الاي سي يو عشان الانفستيجيشنز كل شويه حد بيعدي عليك تديك فيه الاشراف الطبي، بص تلاقي الاشراف الطبي 1000 جنيه مش عارف ايه، بص تلاقي العام في اليوم في الاي سي يو ممكن يخش له في 30 40 الف جنيه. تبقى مكلف بعد شويه يطلع معاهوش فلوس او يطلع من الاي سي يو على السجن. مش عايز تعرف mental status الالرت اورينتد بيرس بليس تو تايم، هي المنتال ستيتس هي من انه يبقى الالرت واورينتد تو بليس اورينتد للبيرسونز وللتايم. موبيلتي بيتحرك او على الاقل يقدر ايه يعتمد على نفسه. هابت سايكولوجيكال طبعا ممكن من القعده كتير في الاي سي بيحصل لهم ديبريشن، فالمفروض ان احنا نحسن السايكولوجيكال والايموشنال ستيتس بتاعته. حضرة طويلة يا صاحبي. نخش على الجزء الثاني المره دي عشان ده عايزين نزود.